قصص لبنان الغريبة كدولة وجسم سياسي وحزبي وإعلامي لا تنتهي. فبالرغم من ارتكاب الكثير من السياسيين والإعلاميين والحزبيين اللبنانيين جرائم وأخطاء جسيمة، إلا أن حزبها وحلفاءه العنصريين لا يزالون يكافئون عديم الموهبة ومتدنيي الكفاءة مما ينفذون سياستهم بوزارة، وكأن لبنان تحول إلى قطاعية ملحقة بالحزب أو أعوانه، بل هو كذلك. وفي محاولة لجس النبض وتغيير النظرة السعودية للبنان، حيث أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية. وقالت الخارجية في بيان: ندين ونستنكر المحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، وأكدت تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتدال يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية وبدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية، كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه لجانب المملكة شعبا وحكومة.